خليني نقول تو انا اختريت انا في تومبوك تورناج وسمعت لي قلب الذيب حابون يكون معاهم مع بسام الحمراوي. انا وقتها في تورناج لو ما نجموش نحب نوجه البسام تحيه كبيره نقول له يا بسام ان شاء الله في قلب الثيم دو نكون معاك خاطرني يعني نحبك برشا برشا ونمم بيه ونحبه انا نحبه الشخص هذاك على الاخر كممثل ككوميدي طب شوفوا كمخرج قولوا رانا معاك على الاخر وكان اجي على غالب نمثل ان شاء الله دوزيام بارتي نكون انا موجوده معاك وندز معاك ونحبك برشا والليكيب الكل خاول وجميع الكل. اسماء بن احمد موجوده في قلب الذيب ايش لا ربي يوفقها. اسمع شو هو الدور هذاك لا ما نعرفش اما اسوما اسوما اسمه جات وجه بطبيعته كتاب تبعت التصويره وجه يعطي راهو اسمع عرفتها يعني وحتى ساتشيت انت السينما ومسرح وغاد من غادي اسمع نموت عليها اسمع اما اكيد باش تعمل حاجه مزيانه حبوها اسمع نسلموا عليها برشا. انا نقول الحمد لله في جيلي انا عندي اسمع بن احمد خاطر كله يقولوا جيلي ترجع جيلي ترجع لا او عندنا في جيلي انا عندي اسمع بن احمد تغني طربي وصوت يرعب وعندي أمامي طالب اللي هي في الخليج في أمامي أكثر أما ناجحة المرأة آخر مرة اللي عملت مهرجان كبير في السعودية رياضة وطلعت هي وأصالة وطلعت هي يعني أنا يعني حاجة لكن مغايبة في تونس أمامي طالب إن شاء الله راجعة إن شاء الله أنا صاحبتي فريسك لانتيم اللي قاعدة من فنانين اللي خدمنا بعضنا وقعدنا أصحاب برشا نحبها برشا أمامي إن شاء الله يراجع وراجع كما قلت لي هي نرجع بالكبير وراجع بحاجات عندي منوري ولا ما جيش يدافع.